اقتربنا من اللحظة المرتقبة حيث يبدأ المشوار في بطولة كأس العالم. أجواء مونديالية رائعة في مونديال كبير هنا، لحظات لا توصف بلا شك بالنسبة للمشجعين. لا تذهبوا بعيدا، سنكون معكم من ملعب البعيد في تغطية مباشرة وحصرية. أحبتي الكرام أينما كنتم، هذه تحياتي محدثكم فارس عوض، وأسعد بالتواجد معكم على أحداث هذه المباراة المنتظرة هنا في ملعب البيت، والتي تجمع المنتخب الإسباني ونظير الألماني في أجواء رائعة هنا في هذا الملعب الرائع. كل شيء جاهز لتقديم مباراة كبرى، مباراة لا تحتاج إلى تقديم. كل منتخب يعرف نقاط قوته جيدا ونقاط ضعف خصمه بالتأكيد. الكل لديه أوراق مكشوفة وحلول عديدة ونجوم وأساطير وأسماء ولاعبين في مباراة مليئة بالتأكيد بالتوقعات. واضح على الشاشة تشكيلة منتخب إسبانيا في مباراة اليوم. فريق يعتمد على أسلوب التيكي تاكا المشهور، معروف بحبه للسيطرة على الكرة لأطول فترة ممكنة في اللقاء. يلعب بدون ضغوطات عندما يستحوذ على الكرة، ويحاول أن يأخذ وقت الكافي في الهجوم حتى تأتي الفرصة المناسبة لأخذ المبادرة. تقدم كبير شهدت الكرة الإسبانية في الفترة الأخيرة، انتقلوا من مرحلة المشاركة المميزة والأداء الممتاز إلى منصات التتويج، إلى الترشيح، إلى الألقاب، إلى الفوز بالبطولات. أمامكم تشكيلة المنتخب الألماني. في حراسة المرمى العملاق مانويل نوير، زولس يلعب بجوار روديغر في الخط الخلفي، كيفيتش سيبدأ مع غوريتسكا في منتصف الملعب، وفي الأمام يتواجد رأس حربة وحيد في هذه التشكيلة. والآن يبدأ مشوار مع ضربة بداية أولى المباريات في بطولة كأس العالم. الكرة بتروح بعد تمريرة سلبية هنا. كوكي فرصة واحد على واحد الآن. جاء التدخل في توقيت مثالي لإنقاذ المرمى. الله على التدخل. راية موجودة إذا، وفرصة هدف بتضيع. بوسكيتس، كرة مع فيران توريس، ضاعت من جانب المنتخب الإسباني. غوريتسكا، هافيرتز، خطيرة الكرة مع مولر، تصويبة لكن الخطورة تنتهي عند الحارس. ضربة الزاوية بتلعب أرضية. كيميتش، المسافة بعيدة لكن اختار يجرب. شوف التسديدة القوية، لكن لقطة كانت بعيدة تخرج بهذه الصورة بدون أي خطورة. كرة يستعيد المنتخب الألماني. بوسكيتس، موراتا، خطير الكرة مع موراتا، بعيدة جدا عن المرمى. تسديدة افتقد فيها اللاعب للتركيز للدقة، ركز فقط على القوة. جوشا كيميتش، ليون غوريتسكا، تصل إلى هافيرت، بلوك بدون مشاكل.
كوكي. مواجهة كبيرة ننتظر فيها نجوم حاضرة، لكن الاسم الأبرز بالتأكيد هو بدري الذي يخطف الأضواء، ونجد التركيز كبير عليه في هذا اللقاء عند امتلاك المهارة مع يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة. جاء الهدف مبكرا، تسجيل هدف الافتتاح سريعا هنا. نشوف الهدف مرة أخرى، هجمة مرتدة سريعة ومنظمة ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى، ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. تنطلق المباراة مرة أخرى والمنتخب الألماني يتأخر في النتيجة. هنا كانت الخطورة لكن تنتهي بهذا التدخل القوي. توماس مولر، خطيرة مع هافيرتز. شوف الهدف من جديد، شوف الكرة اللي بدأت بشكل عرضي، يا سلام. وفي موقف الواحد على واحد لا يمكن المغامرة بضياع الفرصة، وتسديدة قوية لا تصد ولا ترد. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. حلو التدخل والكرة رمية التماس. جوردي ألبا، الدعم يأتي في هذه اللحظات. بينية في منتهى الدقة، لكن يتدخل الدفاع في الوقت المناسب ويمنع الخطورة. كرة تصل لفيران توريس، فرصة للتسجيل. شوف ردة الفعل، الله على مانويل نوير، ينقذ المرمى. ضغط ممتاز من جانب الفريق، يستعيدون من خلال الكرة. في التوقيت المثالي يأتي التدخل. فيران، موراتا، هذه كرة هدف الآن، وفي المرمى هدف يستعيد التقدم في النتيجة مرة أخرى. نشوف إعادة الهدف من جديد، هجمة مرتدة كانت سريعة، وثم موقف واحد على واحد، تأتي التصويبة القوية في المرمى لا يمكن التصدي لها. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. أنطونيو روديغر يتحرك جميلة ويفتح اللعب ويطلب الكرة. هافيرتز، كرة في القائم يا رب. الكل اعتقد بأن الكرة في المرمى وأنها هدف التعادل، لكن العارضة تدخلت، ملعب بيعدي فيها، بمر بيعدي، فرصة خطيرة جدا، لكن نوير رجل هذه المواقف، الله على التصدي. كوكي بيرسلها في منطقة الجزاء. الله على ألبا في هذا التدخل.
جدا قطع الكرة في هذا المكان. ثانية تصل إلى هافرت، فرصة تعديل النتيجة. تصدي ممتاز من حارس المرمى، يدافع عن المرمى بكل قوة. الله على هذه الإمكانيات. ركلية في المنتصف في الوقت المناسب، جاء لإبعاد الخطر. انظر إلى الاعتراض الناجح. سيرجي جنابري، ساني بيلعبها. جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس. فرصة لهجمة مرتدة في هذه اللحظات. موراتا، هذه كرة هدف. كرة تقف لحارس المرمى بدون مشاكل. بابلو سرابيا، أوه خطيرة جدا. يتدخل هنا ويعترض طريق الكرة. بابلو سرابيا، أوه يبعد كرة خطيرة. فقدان الكرة من جانب المنتخب الألماني. ضربة حرة للمنتخب الإسباني. ما زالت الخطورة هنا. تغيير اتجاهها والكرة تخرج إلى ركنية. تقدم وهجوم لمصلحة المانشاب منتخب ألمانيا في هذه اللحظات. سيرجيو بوسكيتس، بابلو سرابيا، ولا مع كارفخال. موراتا، كرة عند بوسكيتس، كرة عند بيدري، كرة تصل إلى موراتا. انقاذ جميل للتسديدة. غوريتسكا، ضاعت الكرة من جانب المنتخب الألماني. موراتا، موراتا، لم تصد نوير لكن ما زالت فيها خطورة. توماس مولر، مساعد الحكم يرفع الراية ويحتسب تسلل. أعتقد بأن اللاعب كان يقف على نفس الخط مع آخر مدافع. راح نشوف اللقطة. فقدان الكرة من جانب المنتخب الألماني. كارفخال، ملعوبة إلى سرابيا. انطلاقة هجومية واحدة للمنتخب الإسباني. فيران توريس، ردة فعل غير عادية من مانويل نوير. ركنية في منتصف منطقة الجزاء بواسطة كوكي. الله على التصدي يا نوير، ما هذه السرعة. الكرة من مسافة قريبة جدا، لكن الاستثنائي يبقى استثنائي. كرة لا تشكل أي خطورة لحارس بقيمة مانويل نوير. سيرجيو بوسكيتس، كرة تصل لفيران توريس. نوير يتصدى واللعب مستمر الآن. انتهت الخطورة بعد حسم الأمر في اللقطة. غوريتسكا، ولا مع المنتخب الإسباني. بابلو سرابيا،
التدخل في توقيت ممتاز لإيقاف الخطورة. تحرك الآن ممتاز من اللاعبين باتجاه الأمام. فرصة لتوريس. شوف ردة الفعل. الله على مانويل نوير ينقذ المرمى. واضح أن الجماهير غاضبة من عدم احتساب ركلة الجزاء لصالح الفريق وتشعر بأنها كانت مستحقة. اللعب حتى الآن بدون استعجال، واضح الهدوء بالرغم من أن النتيجة ليست لصالح الفريق. أنا ركلة ركلية. التنفيذ هنا بشكل قصير. تصويبه من مولر. تصدي رائع هنا، ارتماء ناجح على الكرة، لم تكن كرة صعبة بالتأكيد. جوردي ألبا، بتروح الكرة من ألبا للفريق الخصم الآن. هناك الكثير من الخيارات في الهجوم. في مكان خطير. الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد، لكن كرة لا تحقق المطلوب وهجمة بتضيع. ألفارو موراتا، بابلو سرابيا، دفاع ممتاز، قراءة سليمة لهذه المحاولة. تحركات هجومية ممتازة لمنتخب إسبانيا. هذه هي فرصة هدف. الله على التصدي من مانويل نوير. تدخل مثالي في داخل ال 18. التدخل كان سهل هنا. خطير الكرة مع موراتا. اليوم يلعب دور حارس المرمى، يتصدى للكرات بفدائية كبيرة جدا. الحكم يشير إلى ضربة ركنية بعدما صدمت الكرة بالمدافع. غريبة اللقطة، خرج بالكرة بدون أي ضغوطات. كرة تصل لفيران توريس. يتصدى نوير لكن ما زالت فيها خطورة. انتهت الخطورة. التصدي الأول الكبير كان مفتاح نهاية هذه الهجمة. فرصة يجب استغلالها في الهجوم المرتد. كرة بتنقطع الآن من كارفخال. كرة تصل لفيران توريس. يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة. ليرو الثاني. العرضية لم تكن مثالية وبالتالي تنتهي إلى يد حارس المرمى. هافيرت. كرة عرضية ضعيفة لا تصل، يبعدها والمدافع. بابلو سرابيا. وصلت إلى لابورت. تمريرة تمر قريبة وتخرج من الملعب إلى رمية التماس. كرة بتضيع وتنتقل إلى الفريق الآخر. كرة تصل إلى موراتا في الشباك الخالية. يضع الكرة. الله على هذا الهدف. هدف بدون مجهود، بدون تعب. لا يوجد أمامك حارس ليتصدى للكرة أو دفاع ليضايقك في التسجيل. نتيجة الآن 3 أهداف لهدف، هدفين يفصلان بين الفريقين. بدون تركيز، تمريرة خاطئة، الكرة بتضيع. مساحة كبيرة في الطرف أمام المنتخب الألماني. هنا
يتصدى للكرة وتصطدم بالقائم. سيرجيو بوسكيتس، كرة مع فيران توريس. ألمانيا تسيطر في هذه اللحظات. يجب تسريع الهجوم المرتد الآن، في مساحات موجودة لكن لازم استغلال الكرة المرتدة. كانت محاولة مرتدة رائعة حتى الوصول للمسة الأخيرة، واللي غاب عنها الدقة والتركيز. استغلوا المساحات اللي تركها الخصم، تحولوا من الدفاع إلى الهجوم، لكن النهاية كانت مخيبة للآمال. توماس مولر، وفي التوقيت المثالي يأتي التدخل وتنتهي الخطورة. أي رؤية، أي دقة، تمريرة بينية. يا سلام التعني، الله على النظرة. ضغط عالي، استعادة للكرة في مناطق متقدمة. لورو الثاني، مراوغة ممتازة في هذه اللقطة، كرة خطيرة لتقليص الفارق. كرة باتجاه المرمى، وجدت الحارس بالمرصاد. بوسكيتس، تصل إلى بيدري، فيران، سيرجيو بوسكيتس، ألبا، ألبا يفقد الكرة لمصلحة المنافس. ممتاز، خطيرة مع هافيرتس. الحارس يمنع الكرة لكن الكرة ما زالت تشكل خطورة. خطورة لم تعد موجودة هنا. ألفارو موراتا، كوكي، سرابيا. ممتاز حارس المرمى في التقاط الكرة. غوريتسكا، تمريرة كانت قريبة لكن في الأخير تكمل طريقها إلى خارج الملعب. بيدري، تصل إلى بيدري، بابلو سرابيا، كارفخال، كوكي، حارس المرمى ببرعة يتصدى. الله على لقطة، حارس ممتاز، كم متوقع بأن يتصدى لها. ركنية تنفذ بشكل قصير. الكرة إلى ضربة ركنية أخرى. ضربة ركنية في منتصف منطقة الجزاء بواسطة كوكي. يأتي التدخل ويستعيد الكرة. يتحرك بالكرة للأمام، البحث عن تقليص الفارق. كرة في مكان. ما الذي حدث في الكرة الأخيرة؟ كيف لم تدخل الشباك؟ أي تصدي هنا، أي تألق وأي إثارة في هذه الفرصة. هذه اللحظة ممكن استغلالها هجوميا بشكل جيد. الكرة مع بوسكيتس، تمريرة رائعة. موراتا، تماس لمصلحة إسبانيا. جوردي ألبا، إسبانيا تحصل على ضربة ركنية. التنفيذ هنا بشكل قصير. بابلو سرابيا، ردة فعل غير عادية من مانويل نوير.
تلعب قصيرة الركنية. يتصدى نوير لكن ما زالت فيها خطورة. الراية هنا تعلن عن وجود تسلل، كان يجب التحرك بشكل أفضل في الملعب. التمركز الصحيح مفتاح تسجيل الأهداف. 3 دقائق مشاهدينا لا أكثر كوقت مضى. ألفارو موراتا، تصل إلى بيدري. بيدري، موراتا، بيدري، وفرصة خطيرة. يا رب، هدف لمصلحة إسبانيا. الله على إسبانيا. نشوف الهدف مرة أخرى. بينية خطيرة لعبت بشكل سليم، ومن هذه المسافة القريبة لا يمكن أن يهدر هذه الكرة. استئناف المباراة هنا، والنتيجة توضح الفارق المريح لمصلحة المنتخب الإسباني. فيران يأتي فيها فرصة الآن. الله على التصدي من مانويل نوير. كرة بينية خلف المدافعين. حارس المرمى كان بالمرصاد، تدخل سريع. كيميتش، انطلاقة في المساحة على الجناح المنتخب الإسباني. حارس المرمى يقوم بمطلوب، يتصدى لهذه الكرة، يبعد الخطورة. ركنية تنفذ بشكل قصير. سيرجيو بوسكيتس، تصل إلى لابورت. وينتهي الآن الشوط الأول من المباراة في ملعب البيت مشاهدينا. الشوط الثاني لمباراة الجولة الأولى ضمن دور المجموعات في كأس العالم. فراغات على الجناح ينطلق فيها المنتخب الإسباني. الله على التمركز، المدافع يتدخل لإبعاد الكرة العرضية. كيف ضاعت هذه الفرصة؟ الدقة مطلوبة من هذه المسافة القريبة وليس التسديد بقوة. الإحصائيات تعكس التفوق الكبير في مباراة اليوم. فرصة بعد فرصة تأتي، الفريق يسير بشكل جيد، يحسم الأمور حتى هذه اللحظة، تؤكد بأن في طريق مفتوح للانتصار. يقود الهجوم بهذه الانطلاقة المميزة. برافو حارس المرمى، شوف الفدائية في الكرة الماضية. قوة بدنية تظهر في تأمين الكرة. بابلو سرابيا، تسديدة رائعة لكنها ذهبت ومرت في جوار القائم. تغيير سيتم في المنتخب الإسباني. غوريتسكا، كرة تصل لفيران توريس. ألا مع خوردي ألبا، كرة تصل إلى موراتا. يا رب، هدف آخر يوسع الفارق لأربعة أهداف الآن. 5 أهداف مقابل هدف واحد، 4 أهداف تفصل بين الفريقين. بتدخل شرعي يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية. كيميتش، تصل إلى جنابري. يحاول أن يشكل خطورة. غوريتسكا، لكن تنتهي أي خطورة ممكنة هنا. غوريتسكا، الله على رؤية المساحات.
الراية مرفوعة هنا توقف كل شيء، التحرك مثالي واللعبة كانت جميلة، لكنها تسلل وقرار سليم. بوسكيتس، خطيرة التمريرة. شوف حارس المرمى يدافع عن المرمى ببسالة. سيرجي جنابري، براعة في التمرير، كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي. حلوة من حارس المرمى، يصل الكرة البينية قبل المنافس. ألفارو موراتا، تمريرة حاسمة. بينية بتعدي، بينية بتمر. شوف ردة الفعل، الله على مانويل نوير، ينقذ المرمى. كيرر، ألمانيا تستغل المساحات الموجودة على الطرف، بيلعب الكرة على الطاير. يا الله، مستحيلة هذه الكرة. الله على الهدف، على المهارة في التسجيل، على هدف استثنائي، مهارة استثنائية، لقطة فنية ولا أجمل في هذه اللحظات. تقدم كبير بخمسة أهداف لهدفين، تتكلم عن سبعة أهداف شاهدناها حتى اللحظة. بابلو سارابيا، ألم على بورت، موراتا، وصلت إلى بيدري. حارس المرمى ينجح في التصدي، حقيقة لم يكن من المتوقع بأن تمر منه هذه الكرة. قرر يرسلها قريبة، تخلص الكرة العرضية بدون خطورة. محاولة كبيرة لهجمة مرتدة ممكن أن تشكل خطورة. فرصة أمام هافرتز، لا تمر لا تمر. حارس المرمى ينجح في التصدي، يرسل كرة قريبة الآن. فيران توريس، كرة بتصل ماركوس يورينتي. جوردي ألبا، قوة بدنية رائعة في الاحتفاظ بالكرة. كرة تصل لفيران توريس، لكن تنتهي الخطورة هنا للأسف. قوة بدنية كبيرة للاحتفاظ بالكرة. شوف المساندة، شوف. العارضة تتصدى، تدخل ممتاز، افتكاك للكرة. مستحيل، في المرمى يا موراتا، أمام المرمى، لا يهدر هذه الكرات، يعشق تسجيلها بكل تأكيد. نشوف الإعادة مشاهدينا ونشاهد كيف تعامل الفريق بانضباط كبير في هذه اللقطة. ضغط كبير من اللاعبين واستعادة للكرة ثم الاستفادة القصوى من هذا الضغط وتحويله إلى هدف. سداسية مقابل هدفين، ثمانية أهداف حتى اللحظة في هذا اللقاء. كيرر، حلوة من الدفاع، خلصها وافتك الكرة. فراغات على الجناح ينطلق فيها المنتخب الإسباني. كرة عند بيدري، كان فيها تهديد حقيقي على المرمى، لكن انظر إلى التدخل. المنتخب الألماني ينطلق في المساحة على الجناح. تدخل ناجح لاستعادة الكرة. فرصة لهجوم مرتد في هذه اللحظات.
لم ينجح الفريق هنا في استغلال هذه الهجمة المرتدة بشكل مثالي. الثلث الأخير من هذا اللقاء يبدأ في هذه اللحظات، المتبقي فقط 30 دقيقة. مراوغة ممتازة في هذه اللقطة لكن لم تنجح المراوغة مرة أخرى، ويستخلص الكرة. كرة تصل لفيران توريس. مساحة كبيرة في الطرف أمام المنتخب الألماني. ينطلق الآن نحو العمق. محاولة لركن الكرة هنا في المرمى، لكن الكرة بتعدي إلى جوار القائم. المنتخب الإسباني يستعين بالدكة الآن. ماركوس ليورينتي. تصل إلى داني أولمو. إمريك لابورت. داني أولمو. إسبانيا تخسر الكرة الآن. كيرر. الآن لتوماس مولر. بينية جميلة من جانب جنابري. هدف في المرمى الآن. نشوف الهدف مرة أخرى واللمسة البينية الجميلة. بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. ستة أهداف مقابل ثلاثة، مهرجان أهداف في هذه المباراة. بوسكيتس. إتاحة الفرصة أمام المنتخب الإسباني. داني أولمو. لورينتي. لورينتي يتصدى واللعب مستمر الآن. أوهو تصدي رائع، لكن هنا يحتسب التسلل في هذه اللقطة بناء على الراية المرفوعة. هافيرتز. ألمانيا تستغل المساحات الموجودة على الطرف، كان ممكن تكون خطيرة لكن يفقدها ويتغير الاستحواذ. جوردي ألبا. يا سلام على التمريرة. ضغط كبير لكن قوة أكبر حقيقة في الحفاظ على الكرة. كرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. كيرر. الجناح فاضي الآن أمام توماس مولر. فرصة ضاعت وتحولت للفريق المنافس. فيران توريس. احتفاظ بالكرة في وسط الملعب من قبل الفريق المتقدم في النتيجة. طبعا محاول خطير. الكرة مع موراتا. الكرة في المرمى. الفارق يتسع لأربعة أهداف. أي أداء هجومي خيالي في هذه الليلة. نشوف لقطة الهدف. كرة تلعب عالية خطيرة من فوق الدفاع، لكن إنهاء الكرة في المرمى شيء آخر. تعامل مميز مع ضغط الخصم ومن ثم تسديدة مميزة في الشباك. الآن أصبح الفارق كبيراً بين الفريقين، ولا أعتقد بأن هناك مجال للعودة في هذا اللقاء. ماركوس ليورينتي. تدخل ناجح هنا لاستعادة الكرة. كرة عند بيدري. كرة مرتدة فيها خطورة. كرة مرتدة والدفاع يحتاج للعودة. يتوغل إلى الداخل.
دائما الكرات المرتدة ما تكون خطيرة، كرة تلعب بسرعة وتحول من الدفاع إلى الهجوم. كم ممكن نشاهد من خلالها هدف في المرة القادمة؟ قد نشاهد هدفا مثاليا من هذه الكرات. الناروخة يفقدون الكرة، كيميتش، توماس مولر، فرصة خطيرة للثاني. ماركوس يورينتي، 20 دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. ضغط جيد، ممكن أن تصبح خطيرة على المرمى، كان ممكن تشكل خطورة على المرمى، لم تكن بعيدة، واضح المهارة في التسديد على الطائر. كيرر، سيرجي جنابري، يفتك الكرة في المنطقة الخلفية ودفاع ممتاز. كرة تصل لفيران توريس، والتصدي المميز الآن من حارس المرمى. أشاهد تغيير لمصلحة إسبانيا، اختار بأن يمررها إلى زميله. رمية تماس للمنتخب الإسباني، خوسي لويسكايا بمر فيها بعديه، يتصدى نوير لكن ما زالت فيها خطورة. بجدارة يمسك بهذه الكرة ويواصل الدفاع عن شباكة. فشل في الحفاظ بالكرة. كرة تصل لفيران توريس، تدخل رائع هنا لقطع الكرة في منطقة خطيرة. هافيرت، فرصة خطيرة للثاني. الكرة في الملعب رغم التصدي، وهنا تكتب نهاية الفرصة. يتقدم بعزيمة وإصرار، يتوغل في مناطق الفريق الآخر. هافيرت، توماس مولر على طرف الملعب والمساحة فاضية أمامه. هافيرت، هنا يظهر الحارس ويتصدى. ماركوس يورينتي، تدخل ناجح في قطع الكرة في هذه اللحظات. كرة عند بيدري، وصلت لفيران توريس، تصويب لكن بدون تركيز، مرت الكرة إلى جانب المرمى. كيميتش، توماس مولر، تصويبة من مولر، الحارس ينقذ الكرة بسهولة. توماس مولر، الخطورة قائمة بعد فشل في الإبعاد. كيميتش بيرسلها، لكن حارس المرمى لا يجد صعوبة في التصدي لهذه الكرة. باو توريس، ماركوس يورينتي، فيران، بينية ممتازة قد تشكل خطورة. يرسلها على الطاير، مستحيل التصدي من نوير، كرة قريبة جدا لكن ردة الفعل أسرع. الله على الرشاقة الغير عادية. وصلت إلى بور، فقدان الكرة من جانب المنتخب الألماني. لورينتي، والتسديدة.
غوريتسكا. تدخل مثالي داخل ال 18 والآن فرصة لكرة مرتدة. نظرة ممتازة. فرصة لتونس. الحارس يخرج بنجاح ويمسك بهذه الكرة. تدخل ناجح هنا لاعتراض الكرة. بينية في منتهى الدقة. ردة فعل غير عادية من مانويل نوير. تنفيذ الركنية في منتصف منطقة الجزاء. واضح تأثير الضغط على الناتج من الكرة الرأسية. الآن يجد الحلول بتحرك زملائه. تصل الكرة لدانيا أولمو. حارس المرمى يقوم بالمطلوب، يتصدى لهذه الكرة، يبعد الخطورة. تنفذ الضربة ركنية باتجاه منطقة الجزاء. ممتاز نوير في التصدي بقبضة اليد. يتعرض لضغط كبير الآن. قطع ممتاز الكرة البينية في أماكن الخطورة. سيرجيو بوسكيت. يسير باتجاه المرمى الآن. كرة هدف الآن. المرمى خالي وهذه هدف. والهدف يأتي والكرة في الشباك الخالية. مهمة سهلة في غياب التغطية. برأيي بأن المباراة حسمت لأن الفارق في الأهداف كبير جدا، وأعتقد أن خلاص المباراة اقتربت من النهاية. تمريرة مميزة قد تصبح خطيرة. خطيرة عند أولمو. فرصة خطيرة لكن ضاعت في اللقطة الماضية. شوف التسديدة كان قريب من حارس المرمى لكن الفرصة بتضيع في النهاية. كيميتش. الجناح فاضي الآن أمام توماس مولر. كيميتش. كرة بتتخلص قبل أن تأتي الخطورة. كرة مع ألمانيا حاليا. لورينتي. أولمو الفرصة. أوهو. سجل الهاتريك. أكمل الثلاثية. المباراة الخيالية المثالية الاستثنائية. مباراة غير عادية. يخطف الأضواء كل الأضواء والأنظار. يا سلام على نجم الهاتريك اليوم. تغيير اتجاهها والكرة تخرج إلى ركنية. تلعب في عمق ال 18. كرة سهلة في الأحمر رغم أنها كانت تبدو فرصة خطيرة لكن لم تستغل بالشكل المثالي. ضاعت الكرة من جانب المنتخب الألماني. كرة عند بيدري. تصويبة من مكان بعيد. غوريتسكا. تمريرة غير دقيقة والكرة بتضيع. باو توريس. فراغات على الجناح ينطلق فيها المنتخب الإسباني. أوهو إنقاذ ممتاز. فقدان الكرة من جانب المنتخب الألماني. ثلاث دقائق مشاهدينا تضاف إلى هذه المباراة. كرة تصل لفيران توريس. ممتاز حارس المرمى في التقاط الكرة. تصل الكرة لدانيا أولمو.
بتدخل شرعي يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية. ركنية لمصلحة المنتخب الإسباني. أوهو، رأسية كانت قوية، كانت في طريقها للمرمى، تصدي رهيب من حارس المرمى، وصلت لابورت مرة أخرى. إلى لابورت، ثقة كبيرة من الحارس في التعامل مع الكرة. جوشا كيميتش، سيرجي جنابري، فرصة هنا هل تستغل؟ تحول هنا في الاستحواذ، وهذه هي صافرة نهاية المواجهة والتي تعلن عن خسارة المنتخب الألماني هذا اللقاء. الآن سيكون على المدرب عمل الكثير لتغيير الوضع وتفادي تكرار هذا الانهيار الذي حصل للفريق اليوم.